بسم الله، معكم عمر سليم. النهارده هنتكلم على موضوع مهم، هو ان انت كل شويه بتلاقي الجهاز تقل معاك، فنعمل ايه في الموضوع دوت؟ هو اول حاجه حاول ان انت تشتري جهاز يكون قوي. تمام، في بعض الاجهزه بتبقى تعبانه، يعني انا كان عندي جهاز مثلا كان توشيبا، كان بيسخن بسرعه، وكان حتى بالي ما كنتش عارف اشتغل عليه. لما جربت موضوع الورك ستيشن لقيت فعلا يستاهل تمنه بحاجة جامدة جدا. حتى مثلا لو اي 7 واي 7 بتلاقي في الورك ستيشن بيفرق جامد جدا معاك في الشغل بتاعك. هو اصلا المفروض ان برامج البيم والكيد تشتغل على الورك ستيشن، ما تشغلش على الكمبيوتر الشخصية بيرسون كمبيوتر. الاجهزة اللي هي المكتبية الديسكتوب بتبقى اقوى بكتير من اللابتوب. بتبدأ تشوف حاجة تانية برضو، موضوع الجهاز بتاعك معتمد على ايه. في بعض البرامج بتبقى معتمدة على الرامات، في بعض البرامج بتبقى معتمدة على كارت الشاشة، في بعض البرامج بتبقى معتمدة على البروسيس، فانت انا واحدة فيهم. تمام، يعني مثلا لو جينا نبص على الريفت في الاغلب معتمد على الرامات، بعد كده البروسيس، كارت الشاشة مش مهم قوي غير لو انت جبت حاجة نظيفة جدا في حدود مثلا 5000. تمام، كارت الشاشة ب 5000 على اساس تبدأ تحس بفرق بسيط، مش يعني لو جبت رامات مثلا ب 200 300 جنيه تحس بفرق اكبر بكتير. تمام، ومش هتحس بالفرق ده في موضوع كارت الشاشة غير في لما انت تيجي تعمل ريندر. تمام، فانت بترتب الاولويات، يعني في كريفت الاولوية للرامات، بعد كده البروسيسز، بعد كده الكورس الصلب الهارد ديسك. تمام، سرعته بتفرق، بعد كده كارت الشاشة. تمام، لو كارت الشاشة رخيص كنت قلت لك اه ممكن نقدمه شوية، انما هو غالي عشان تحس بفرق، فتبدأ تشوف الموضوع كارت الشاشة ده في الاخر خالص. تمام، طيب ايه الحاجة بعد كده؟ من الحاجات المهمة في الاول موضوع ان انا اقسم الشغل بتاعي، يعني قبل ما ابدأ شغل ممكن تقعد اسبوع من لسه ما بدأت الشغل، بس بتنسق مع الفريق هنشتغل ازاي. تمام، قبل ما المشروع يجي والديدلاين والفكره ديت، لا هبدا اقعد مع الفريق بتاعي هنقسم المشروع ازاي. لو مشروع صغير انا بفضل ان احنا نقسمه، بس لو ما قسمتوش مش مشكله. يعني لو انت مشروع صغير واشتغلت العماره والانشاء والكهروميكانيكال لفيلا في ملف واحد مفيش مشكله، عادي عملناها كتير. انما لو مشروع كبير هتبدا بقى تقسم، هل ممكن نقسمه كزونات؟ بمعنى لو انا مثلا عندي مول، اشتغلنا في مول قبل كده وقسمنا 18 زونة، كان كبير جدا، فقسمناه مثلا كل مجموعة محلات في زونة فقسمناها عن طريق الزونات. طيب لو انا شغال مثلا في عمارة كبيرة ممكن نقسم كذا طريقة. ممكن مثلا نقول ايه، الكهروميكانيكال هيبقى في ملف، والمعماري في ملف، والانشاء في ملف. ونقول ايه، الكهروميكانيكال المشروع كبير فنقسم التكييف في ملف والكهرباء في ملف والصحي في ملف. لا ده المشروع كبير قوي، طيب احنا ممكن نقسم التكييف في مثلا الفنتريشن في مكان والتكييف في مكان، والبلامنج هنقسم الووتر في مكان والدرين في مكان والفار في مكان والريجيشن في مكان. الانشاء مثلا ممكن نقول، ممكن واحد يقترح اقتراح وتعالى نشوف صح ولا غلط، انا اخلي الاعمدة في مكان والكاميرات في مكان. طب ما انت محتاج توصلهم ببعض فهتاخد جهد عشان توصلهم ببعض. لا احنا ممكن نقسمه عن طريق ايه، لو في تسليح مثلا يبقى تسليح في ملف منفصل. تمام، لما تيجي تشتغل تسليح تشتغل في ملف منفصل. تبدا تشوف لو في حاجات سبيشال ومش متواصله بالشغل بتاعك، يعني مثلا في مثلا جزء مثلا معين هيتعمل ستيل مش متواصل ببقيه الاجزاء، خلاص ممكن نعمله لوحده ده ستيل ده لوحده. تمام، العماره ممكن نقول لك ايه، الواجهه الخارجيه خليها في ملف لوحده. تمام، الواجهه الخارجيه الكلادينج، وعايز مثلا الماسنج او في حاجات واخده شكل كده غير منتظم ومعموله شكل جمالي ومش مرتبطه بشغلي، ممكن اخليها في ملف منفصل، لان الحاجات دي بتاخد شغل من البروسيسز عشان يقعد يحسبها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الكيرفات والانحناءات دي بتاخد شغل من البرنامج على ما يحسب الحساب بتاعتها، عكس مثلا لما اقول له انا برسم الحته ديت فهي حته منتظمه فمش هاخد وقت، اولها هنا واخرها هنا وكده كده، فبيحسب الاربع نقط خلاص خلصت ما بياخدش وقت.
انما الكيرفات دي بقى بيبقى فيها 1000 نقطه، فبيقعد وقت كتير قوي في بيحسبها، وبالذات مثلا لو فيها فتحات او هي مش واخده شكل خط مستقيم، ده واخده ارك او سيركل، فده بياخد وقت كتير قوي منه في الحسابات. تمام. طيب قلنا هنقسم الملف، وممكن نقسم الملف حسب الادوار. بمعنى ايه حسب الادوار؟ يعني مثلا هاجي في الاليفيشن، بفرض مثلا ان انا عندي حاجات هنا فيها شغل كتير، تمام، ممكن اروح قايل ايه، انا من اول بيزمنت تحت خالص لدور مثلا التاني هيبقى في ملف لوحده، وبقيت الادوار كلها في ملف تاني. اعمل الموضوع ده ازاي؟ تمام. انت اختار الطريقه اللي انت اختار الحاجه اللي مناسبه ليك، مش لازم يكون اللي انا عملتها. اول حاجه تحدد الجزء اللي انت عايزه، اهم حاجه انت المفروض اصلا مقسم الموضوع ده قبل ما تشتغل. يعني قبل ما اشتغل قسمت، اتفقت ان انا اقسم الملف كذا، بس فرض مثلا ان انا بعد ما اشتغلت حبيت ان انا اقسمه. تمام. هنلاقي طريقه دلوقتي مع بعض ان انا ممكن احدد الادوار كلها، اعمل سيلكت مثلا من الروف للدور الخامس مثلا، واخدهم على جنب 1000 متر مثلا. تمام. وبعد كده اعمل سيف اس، يبقى انا عندي ملفين ريفيت كل واحد فيهم في A و B، في جزء هنا وجزء هنا. تمام. اقول له مثلا موف او كوبي، واروح واخده ايه على جنب. تمام. زي كده مثلا انا حركت 28000. تمام. واعمله سيف اس، يبقى انا عندي ملفين، واحد هنا وواحد هنا، A و B ملف فيهم. تمام. خلي بالك في الفيش اتحرك معايا، المفروض ارجعه. الفيش المفروض هيتكرر في المبنيين. تمام. طيب ما فيش حاجه تتكرر، يعني هبدا مثلا اخلي ده الاساسي واسحب من دوت الفيشن بتاعه. المهم الملف ايه، هلغي منه جزء دوت. تمام. وارجع دوت ال 28000 اللي انا حركته، يبقى انا عندي الملف دوت في الجزء اللي فوق. الملف التاني هحذف منه جزء دوت واخلي الجزء ده شغال معايا، وابدا اعمل لينك بينهم، بحيث يبقى انا عندي العماره كلها مرتبطه في جزء فيهم في الاجزاء السفلى، وفي جزء فيهم في الاجزاء اللي فوق، والاثنين مرتبطين ببعض، وان شاء الله ما تحصلش مشاكل. تمام. والحاجات دي طبعا انت واخده على جنب، يعني مش هتطبق على المشروع، على المشروع اللي انت شغال فيه، لا باخد نسخه كده باكب على جنب على الجهاز بتاعي اللوكال، وابدا اطبق الموضوع دوت، وبعد ما اطبقه ابدا اشوف في مشاكل ولا لا، لو في مشاكل احلها. طيب طول ما انت شغال بتدخل على اكونت مانيش، واجي هنا اقول له انا عايز اشوف ايه المشاكل الموجوده، ريفيو ورنينج، المشاكل دي احلها اول باول، اشوف ايه المشكله، هل المشكله ساعات في مشاكل ما بتبقاش لها لازمه. تمام. لو ليها لازمه ابدا احلها، لو ما لهاش لازمه واقدر احلها احلها قدر الامكان اقلل المشاكل. طيب ايه تاني؟ موضوع الفاميلي. ساعات كتيره جدا الواحد بيدخل فاميلي معتقد ان هو هيشتغل بيها، وبعد كده بيلاقيها وحشه او فيها مشاكل فبيلغيها. ما تدخلش فاميلي غير لما تتاكد انت محتاجها في المشروع ولا لا. طيب فرض ان انا دخلتها واكتشفت ان انا مش محتاجها، اتاكد ان انا حذفتها. اجي هنا من فاميلي اقول له مثلا الدور، هل الفاميلي دي كلها انا استخدمتها؟ غالبا لا. لو في فاميلي انا دخلتها وحاسس ان انا مش محتاجها، هقول له ديليت للفاميلي دي. تمام. ديليت. لو انا مستخدمها هيجيب لي رساله خطا يقول لي انت مستخدمها في المشروع، يعني شوف كل دول مش مستخدمه في المشروع. قال لي اهي في رساله دي اللي انا بدور عليه، بيقول لي انت لو لغيتها انت استخدمت الفاميلي 7 مرات في المشروع فهيطيروا منك. لا كده انا اقول له استنى انا ابدا اشوفهم بقى فين في المشروع وادرسهم واتاكد ان انا محتاجهم ولا لا. تمام. طبعا مش هتقعد تلغي. طيب طيب بس انا بوريك بس الفكره، غالبا هو ده اللي مستخدم اهو، ده مستخدم 6 مرات، وهتلاقي المرة 7 اللي هي تعمل لها دبل كيت ديت. تمام. طيب ايه تاني ممكن اروح اعمله؟ في امر خطير جدا وما بنصحش حد يستخدمه غير يعني ها، لو انت امر اللي هو بيرش انيوزد، لو انت شغلت على المشروع وهتبعته للعميل، خد نسخة اعملها ديتاتش بره، وكلامنا عام على اي برنامج مش ريفت بس، بس احنا بنتكلم في البيم عموما، وحاول شوف ايه الاداه اللي انت استخدمها في كل برنامج. هقول له بيرش انيوست،
ده نسخة كوبي بره. طب لو على الحاجات اللي شغال عليها، لو على النسخة انا هبعتها لعميل، هعمل بيرج لكل حاجة، الحاجة اللي انا مستخدمها انت مش عايزها، تمام؟ لو وانا عايز الحاجات دي هكمل شغل عليها، هقول له اول حاجة اقولها، اقول له تشيك نون، مش عايز اعمل بيرج لحاجة خالص الا لحاجات استثنائية. يعني لو انا دخلت اي حاجة دي دبليو جي وعملت لها بايند وخلاص ما بقتش موجودة، هتلاقي اسمها هنا وتقدر تعملها بيرج. لو في تكست، يعني بص تعالى هنا، في تكست، في تكست انت دخلته غلط مثلا زي سكادول ديفولت، اعلم عليه. نطلع فوق هلاقي عندي حاجة اسمها ديتيل ايتم، ده اللي هي الهاتش، ده انت مش مستخدمه ومش عايزه، مش مستخدمه ومش عايزه، يعني مش عايز اديك، مش قادر اديك، فاروح اقول له ايه، اوكي اتمسحت، تمام؟ ابقى حريص قوي وانا بستخدم بيرج انيوست، تمام؟ طيب ممكن اجي برضو في قائمه مانج، قائمه مانج فين؟ انا مش انا واقف عليها اصلا، اديشن سيتنج، تمام؟ لاين ستايل، لو في لاين انا حذفته ما هتلاقيه هنا، وتقول له احذف لي اللاين دوت، تمام؟ يعني فرض انت دخلت اوتوكاد، الاوتوكاد بيتقل لوحه، ما استخدمش اوتوكاد كتير، تمام؟ يعني استخدم على قد ما تقدر، تمام؟ على قد ما تقدر استخدم، ولو خلصت شيل. لو انت مثلا كنت عامل حاجه على اوتوكاد مثلا لوحه دكت ودخلتها ورسمتها، خلاص سيبها ليه؟ ما دام انت خلصتها ومتاكد ان انت خلصتها احذفها، تمام؟ عشان بس تخفف الشغل بتاعك. برضو موضوع جروب، كتر الجروب بتقل الجهاز، تمام؟ فنبقى حريصين في الموضوع دوت. موضوع الظلال، لو انا مش محتاجه ما تستخدموش، هو كده بيقعد يحسب حسابات كتيره قوي عشان يحسب الظلال. طب ما انا اصلا مش محتاجه، مش مستخدمه، تمام؟ بلاقي واحد شغال في تكييف وشغال الظلال، يا عم انت محتاجه في حاجه؟ لو محتاجه شغله، ما دمت انت بترسم نقطات ومش محتاجه مشغله ليه؟ الدنيا حر، شمس طالعه عليك وبتدور على حته ظله تقعد عليها، اخفي الظلال، تمام؟ هنا برضو هتشتغل على كورس ولا ميديوم ولا فاين، حسب شغلك انت بتشوف ايه اللي انت محتاجه. بس ما تبقاش مثلا انت محتاج كورس وشغال فاين، حاول تخفف على الجهاز عشان الجهاز بيخف معاك. هتشتغل واير فريم ولا هيدن ولا شديد، كل ما بتنزل لتحت كل ما الجهاز بيبقى اتقل معاك، ريلستيك بيبقى تقيل قوي معاك، تمام؟ وهديك تفاصيل، هل انت محتاج التفاصيل ديت؟ لو محتاجها اشتغل بيها، لو مش محتاجها شغل واير فريم او هيدن، وغالبا في الطباعه بنستخدم هيدن. خلينا في موضوع الطباعه، لو هتطبع خد الملف على جنب اعمله ديتاتش واشتغل بيه، ما تبقاش انت شغال طباعه ومتقل شغل على الناس، ممكن واحد يكون بيرسم خط بيجرب حاجه والخط يطلع معاك، لا اعمل ديتاتش للشغل وابدا اعمل طباعه مع نفسك، تمام؟ لو انت فاتح كذا فيو حاول تقفلهم، تخلي الفيو بس اللي انت شغال عليه، لان الفيوهات المفتوحه بتاخد من الجهاز حتى وانت مش حاسس، تمام؟ لو جينا في قائمه الريفت والثرو اوبشن هتلاقي هنا في الجرافيكس الموضوع دوت، النو فيديو كارت، ده يعني الكارت بتاعك مش متعرف صح على الجهاز، لان ممكن الريفت ما بتعرفش على الجهاز اللي هي الهاي قوي، تمام؟ انا عندي انفيديا جيت فورس جي تي اكس 960، فده المفروض ان هو متعرف عليه، فلو مش متعرف عليه ابدا اشوف اعمل له ابديت ابدا اشوفه. يوز هاردوير اكسسوارز، لو انت الجهاز بتاعك حلو شغله، تمام؟ يعني نصيحه، اساس الاجهزه بتاعتنا مختلفه، جرب تشيله وجرب تشيل دوت وشوف الجهاز بتاعك بقى اخف ولا اتقل ولا ايه، تمام؟ النصيحه الاخرى، اقفل الجهاز لما انت تقوم من على الجهاز وقت طويل، تمام؟ يعني هو الناس بيقول لك ان ال 64 ممكن يشتغل معاك اليوم كله بدون مشاكل، ال 32 لازم كل 4 ساعات على اساس تعمل له ريفرش، بس انت كده كده واخد بريك. اقفل الجهاز بتاعك، اقفل البرنامج اللي انت شغال عليه، اي برنامج بيبقى شغال عليه، واقفل الجهاز وانزل، خد البريك بتاعك والجهاز بتاعك ياخد بريك، واطلع اعمل ريفرش كده واشتغل، تمام؟ بعد كده في موضوع المزامنه، لما تيجي تعمل سنكرونايزيشن حاول تنسق بين الناس بحيث ان ما تعملش سنكرونايزيشن في نفس الوقت، لان الملف اللي هو السنتر هيلاقي كذا امر في نفس الوقت،
فهيخلص واحد وبعد كده يشوف التاني، يخلص واحد يشوف التاني، فهتلاقي الاجهزه بتاعتكم كلها هنجت في نفس الوقت، فنسقوا الشغل مع بعض. تمام، يبقى هي النصائح لغايه دلوقتي موضوع الهاردوير، ركز عليه، حاول تدرسه كويس قبل ما تشتري حاجه. تمام، قبل ما تبدا شغلك نسق هتقسم الشغل ازاي، هل انت محتاج تقسيم ولا مش محتاج تقسيم، ولو هتقسم هتقسم ازاي. اي حاجه زياده مش مستخدمها شيلها. تمام، دي اظن دي افضل نصيحه ممكن انصح بيها وليا قبليكم.